بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم حلقه جديده ان شاء الله من حلقات قناه خلطبيطه اليوتيوب. بشكر كل الناس المتابعين معايا القناه. امنة نصير دي يعني حاجه كده كبيره في الازهر ودكتوراه في الفلسفه، وللاسف قالت كلام غريب جدا. انا عملت عنه فيديو امبارح للاسف، حطيته كده بس على طول من غير ما اقول الكومنت بتاعه. بصوا يا جماعه، امنة نصير يعني بالبلد كده بكلام، مش هنقدر نقول بقى كلام اللي هو يعني كبير قوي، لا خلي الكلام مبسط ولذيذ وجميل. الاستاذه عايزه تعمل ايه بقى؟ عايزه تخلي المسلمات يتجوزوا من غير المسلمين. ايه ده؟ ده بجد احنا اول مره نسمع الموضوع ده. عادي كده؟ اه عادي. ليه؟ اتعودنا في فتاوى بتطلع كده غريبه شويه. لكن انا شايف مغزى الفتوى دي ليها اهميه كبيره جدا لسبب. مع احترامي طبعا للجمهور السعودي اللي بيتابعني، لكن كان في بعض السعوديات حصل فعلا واتجوزت من جنسيات اجنبيه. من جنسيات اجنبيه وغير مسلمه. طب ده ليه معنى؟ في بعض الفتاوى كده بتتعمل تفصيل لبعض الناس. الفتاوى ديت بيبقى ليها مغزى مهم جدا ودليل مهم جدا. اللي هو يعني نشر كده بلبله شويه. عايز واحده عايزه تشتهر وهي اساسا مشهوره، بس يعني عايزه حاجه تضرب، وكانت حديث امبارح وترند امبارح. فتقوم جايبه موضوع غريب وتتكلم عنه زي الموضوع اللي احنا بنقول فيه ده دلوقتي. الموضوع ده غريب جدا وجديد علينا، لكن للاسف انا مش فاهمه لحد دلوقتي ايه مبررك انك تطلعي تدافع عن كده. لا والادهى من كده كمان انها تطلع تتكلم ان مفيش مشكله كمان لو الولاد طلعوا على غير الدين، وبررت ان مفيش نص بتقول كده. هي بتقول مفيش نص قراني بيقول كده، انا مش راجل دين. بس انا سمعت امبارح ان في شيخ رد عليها، شيخ ازهري، ورد عليها لا في نصوص ومفيش اجتهاد مع نص. وده كلام حقيقي، دي قاعده عارفينها من صغرنا، مفيش اجتهاد مع نص، النص موجود خلاص خلص الموضوع وانتهى. لكن تجتهدي؟ لا تجتهدي بقى في حاجه بقى ايه يعني مش موجوده مباشره. وما افتكرش يعني الحمد لله القران وديننا ما سافش ولا صغيره ولا كبيره، واتكلم على كل الموضوع وكل المواضيع سبحان الله للمستقبل كمان والايام سنين جايه. ما اتكلمش القران عن عصره بس، عن وقته بس. تمام؟ طيب المذيعه بتسالها قالت لها يعني لو الاولاد طلعوا للاهل الكتاب، بتقول لك واحد من اهل الكتاب، ما بتقولش على دين اهل الكتاب. اهل الكتاب اللي احنا عارفينهم تمام، هم ما بيحبوش اساسا يعني هم ما بيحبوش يتجوزوا كده. يعني انت بتتكلمي في حته نقطه مهمه جدا، يعني هم اهل الكتاب اليهود والنصارى او المسيحيين ما بيحبوش اساسا يتجوزوا بغير مسلمه. يعني انت برضو بتتكلمي في حاجه غريبه جدا، ولا ده عايز كده ولا ده عايز كده. طب انت مالك بقى؟ هو انت مالك؟ يعني انا مش فاهم برضو انت زعلانه قوي كده ليه وبتتكلمي وبتقول لك بقى اه ده المسلمين مش عايزين كده عشان خاطر الاولاد ما يطلعوش مسيحيين ولا يطلعوا يهود. يا سلام، هو ده بس كده؟ اذا كان في فرق، انت في ناس بتقول فرق ثقافات يا جماعه، ما ينفعش واحد من طبقه معينه يتجوز واحده من طبقه معينه. طب فما بالكم بقى الدين بقى؟ يعني هو الدين هينفع؟ ده واحد مختلف معايا كان ثقافيا، بس ثقافيا ودينيا واخلاقيا والتزاما، وفي مواضيع بتخص الحياه بتحتاج فتاوي دينيه. فانت يا امن بقى جايه تغيري بقى الكون؟ يعني السنين دي كلها ما حدش قال الكلام ده، انت جايه تغيريه في لحظه كده وبقعده تفاني كده وقعده مع المذيعه، فانت خدك الهوا في الكلام ونطقت بما لا يرضي. يعني يا شيخه ما في بلاوي كتيره في حياتنا ما تحلها لنا. يعني هي جت على دي هي اللي هتبقى معضله؟ ده احنا بنقول فرق ثقافات. ففرق الثقافات دوت عادي بتاخده بيه، وفرق الاديان ما بتاخدوش بيه؟ ما ينفعش. اذا كان اللي بيحبوا بعض والاثنين على مله واحده وعلى دين واحد بيختلفوا، وبتبقى مشاكل وبتبقى حكايات وبتبقى مواضيع كبيره، فما بالك بقى المختلفين دينيا؟ دول هيعملوا ايه في بعض؟ وبعدين كل حاجه في الجواز تقول لك عشان افرض اتنين حبوا بعض مش على دين واحد، مسلمه وحبت واحد، وايه اللي تخليها تفكر في ده اساسا؟ وبعدين الحب ده انا شايفه ان هو حاجه وقتيه، يعني مرور الزمن غالبا بيقل. ماشي؟ غالبا مع مرور الزمن الحب ده بيقل. ليه؟ طبقا بقى لاختلاف الثقافات، وطبقا لاختلاف الطبقات، وطبقا لاختلاف التعليم والحاجات دي كلها. فانت بقى بتتكلمي في موضوع اساسا ممكن ناس كتيرة تختلف فيه، يعني حتى لو هم متفقين في كل حاجه في الدين والثقافه وكله، والطبقه اللي هم موجودين منها ممكن يختلفوا ومش هيختلفوا في الدين. ايه انا متضايق من فتوات يعني بتطلع كده. وشيخ الازهر سمعت كمان رد عليها، ولا الدنيا يعني الحمد لله الدنيا بخير، الدنيا بخير. مش عارف، تعالوا مع بعض نشوف فيديو ونرجع تاني.
برضو من التصريحات اللي كانت مثيرة شوية للجدل هذا العلم. ليه الحديث العلماء ورثة الأنبياء؟ أيوه. ليه؟ عشان هم يحلوا مشاكل الناس، زي ما الأنبياء بيحلوا مشاكل المجتمعات اللي نزلوا لها كذلك العلماء. طيب كان في تصريح برضو تاني إن مفيش نص بيحرم زواج المسلمة من غير المسلم. أيوه. برضو حضرتك تكلمينا زي أيوه. شوفي غير المسلم المسيح واليهودي وهم أهل الكتاب، أهل الكتاب والقرآن اللي سماهم كده أهل الكتاب، يعني ما هماش عباد أصنام، يعني ما هماش منكرين لله سبحانه وتعالى، لكن لهم ديانة أخرى تختلف عننا. في مثل هذه الحالة إذا هو طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو اليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها. طب والأولاد يا فندم هيكونوا على دين مين؟ الأولاد يتبع الأب. طب ما إحنا كده يعني هنخسر الأولاد. طبعا هنخسرهم. طيب. ولذلك كان رأي الفقهاء، انت كده حطيت ايدك على الإجابة اللي انا عايز اقولها، كان رأي الفقهاء بأنهم يرفضون زواج المسلمة من غير المسلم من الكتابي، خلي بالك كلمة الكتابي، من الكتابي. ايوه من الكتابي، لخشية بأن تتسرب البنات المسلمات ويذهبن إلى المسيح واليهودي وهنا يتناقص عدد المسلمين. بعد ما شفنا الفيديو وشفنا أمنة وشفنا قوة اللي بتتكلم بيها كأنها يعني خلاص يعني جابت فتوى حلال مش حرام، أنا شايف إنها حرام، علماء كتير أكبر منك وأحسن منك ما قالوش الكلام ده. واحد حزين والله على اللي بيحصل دوت، يا ريت ما فيش حد يتكلم بقى في فتاوي، كل واحد يتكلم في الأمور الحياتية اللي بتمس الدين أو ممكن نفتي فيها بالدين، لكن واحد يتجوز واحدة يا شيخ حرام عليكي، يعني ليه يعني؟ ليه وعادي كده الاولاد يروحوا للمله اليهوديه ولا المسيحيه؟ ده هم الناس محتفظين بالكلام دوت ومحافظين عليه جدا وما بيحبوش. انت بمنتهى السهوله جايه تفرطي فيه، جايه تفرطي في نص قراني زي ما سمعت من شيخ الازهر، انا سوري من شيخ ازهري، انا راجل ما بفهمش قوي في ان انا اتكلم في الدين، تمام، واخد الدين بمنتهى البساطه ان انا اللي اعرفه اقوله واللي ما اعرفوش ما اقولهوش، ما اقدرش ان انا اتكلم في حاجه انا ما اعرفهاش، اتكلم في اللي اعرفه بس، ده مفروض. لكن نتكلم بقى في حاجات تانية بقى ومش عارف ايه ونطلع بفتاوي، ده انا سمعت فتاوي زمان يا خبر ابيض. انتوا عارفين طبعا الفتوى بتاع واحد وزميرته ديت، الحاجه المسخره دي ان هي تعامله كانه ابنها يعني في المكتب، انتوا فاهمين طبعا، مش حابب اتكلم في الحوار ده عشان ما يصحش يعني. فتاوي غريبه وبتطلع ويشتهروا بقى، ويشتهروا يعني بقى الغيظك ان هم بيشتهروا بقى وليهم قاعده وليهم حوار وليهم افلام. فربنا يرحمنا من الناس دي والله العظيم بجد، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من افتى فتاوي بتضر كده بديننا وبقيامنا وبمبادئنا. انا نفسي بقى اشوف تعليقات حضراتكم في الفيديو ده، نفسي اعرف انتم مع ولا ضد الحب. لازم يكون متكافئ، مش ده كلام كتير قوي بيقولوه؟ طب التكافؤ ده فين بقى؟ احنا شايفينه فين؟ فين؟ ده اهم حاجه نقطه الدين. طب لو الواد طلع بقى مسيحي زي ابوه ولا يهودي؟ ايوه، ايه اللي يحصل بقى؟ انت تبقي فين؟ انت ممكن تتنصري بقى على كده بقى، ما انت شايف العيله كلها كده، هتروحي انت فين؟ ولا تبقي يهوديه؟ هتروحي انت فين وسط الناس دي؟ وانت بقى ما يصعبش عليكي اللي تتجوز دي وتشوف ابنها يا عيني بيروح في مكان تاني غير المسجد؟ يعني انت شايفه الموضوع هيبقى سهل عليها ان واحده تتقبل ان ابنها يروح مكان تاني غير المسجد وصلاه الجمعه لما تيجي وتقول لابنها ايه؟ طب ازاي وهي اتربت على الدين؟ يعني ازاي اتربت على الدين الاسلامي تعيش مع ناس مش متربيين على الدين الاسلامي؟ طب لو كلوا اكل معين محرم اساسا في الدين الاسلامي هي هتعمل ايه؟ تعمل اكل ليهم؟ طيب، واكل ليها؟ وهي هتتحمل ده كام سنه؟ سنه اتنين تلاته؟ طيب، فرضا بقى الراجل ده خان ابنه ومنع عنه، ايوه هي تروح فين بقى المحاكم ايه؟ طب الطلاق هيبقى ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اذا كان الاثنين على جنه واحده بينهم خلافات وضرب نار، عايزه بقى واحده تتجوز مسلمه تتجوز واحد مش على دينها ليه؟ بس انت ليه بتعملي كده؟ الامور ماشيه سلسه، في كلام ما نتكلمش فيه ولا نقول عنه ولا نعمل، ان بيعمل فتن. بجد بيعمل فتن وبيعمل مشاكل كتيره. يا ريت بقى اشوف تعليقاتكم، كان معاكم هاني، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوف تعليقاتكم، واللي اول مره يشوفني ويشرفني سبسكرايب واللايك والشير. حفظ الله وامنه، صباحكم فل.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.